نبدأ محطاتنا سالي لليوم مع جرعة عالية من الإحساس والمشاعر. بيقولوا إنه الحب هو مصدر إلهام لكل مجالات الحياة، فلما بدأ الحب أي باب بيتغير مجرى حياة كل شخص. أكيد زينب، للحب درجات وأنواع، واليوم حديثنا رح يكون عن نوع من أنواع هالحب يلي بيقولوا له الحب اللامشروط، مع أخصائية نفسية هنادي سلاخ. أهلا وسهلا فيكي ويسعد صباحك. أهلا وسهلا، صباح الخير وصباحكم حب. صباحك حب وصباح صباح سوريا حب. الجميع، صباح سوريا. خلينا نحكي لك عن هنادي عن مفهوم الحب بشكل عام. لنسهل فهم هذا المصطلح اللي اليوم عم يلفت نظر الناس، تمام، بدنا نفرق بين الحب والحب المشروط والحب اللامشروط. خلينا ندخل كمفهوم الحب. اليوم إذا بسأل عدة أشخاص ماذا يعني لك الحب، فعايزيني آلاف التعاريف للحب. شخص حيعطيني تعريف من ناحية عاطفية، شخص من ناحية قيمية، ممكن معرفية منطقية، فيختلف مفهوم الحب من شخص لآخر. كيف بيتكون مفهوم الحب؟ الحب هو نتعلم الحب، لأنه الحب هو قيمة. الحب هو أعمق المشاعر التي يشعر بها الإنسان، فإذا ما كان الحب المشاعر دخلت إلى العمق نحن ما بنسميه حب. فيقال الذي يحب لا يكره، بس منلاحظ أشخاص أنه بيحبوا وبيكرهوا، هو فهو بيقولوا الوجه الثاني للحب. فإذا بدنا نسأل شو عكس الحب، هو الكراهية. تطلع معنا بشكل لا إرادي، لأنه نحن تعلمنا عكس الحب الكراهية. فالذي يكره من أحب فهو ما دخل للعمق، هو لم يعرف ما هو الحب وشو الحب. بتوصل لدرجة الكره، يعني ممكن أنه ما عاد في حب، بس أنه ممكن توصل للكره. هاد وقت يوصل درجة الكره، هاد ما اسمه حب، ممكن نسميه إعجاب، ممكن نسميه تعلق، ولكن الحب أنا بزعل من اللي بحبه، في هون زعل، ولكن مشاعر الحب تبقى ثابتة. أما دخولنا لمرحلة الكراهية نحن بنوع آخر من ما نسميه الحب. هنادي، ممكن كمان يتحول الحب اثنين كانوا بيحبوا بعض لصداقة، هل أنت مع هذا الشيء ولا لا؟ أنا شخصياً لا، أكيد لا. الحب لأنه الصداقة مشاعر والحب مشاعر أخرى. في الحب عنا درجات ومستويات، هي بتبدأ بالإعجاب وبعدين بتتطور ليصير في بقى الانسجام الروحي بين الشخصين، أما هذا الشيء مو موجود بالصداقة. يمكن أنا أرتاح روحياً مع الشخص، ولكن ما بيصير في هالعلاقة الكونكتد اللي بيني وبين الشخص الآخر وقت يكون نحن من جنسين مختلفين. أما الصداقة هون بتصير بين رجل وامرأة. تمام. هلا زينب قالتك انه ممكن تتحول، طب هل ممكن يتحول الصداقة لحب؟ طبعا أكيد. اكيد طبعا، اذا كان تعريف الحب هو متوفر بالصداقة، انه انا اللي بيحبني مثلا ممكن يكون يحترمني، فانا أكيد. عرفت الحب بالاحترام. شخص اخر ممكن تلبية حاجات روحية، ممكن تلبية حاجات مادية، فهو الحب عبارة عن حاجة، هو بسلم هرم الاحتياجات النفسية. الحب يأتي ثالث مرحلة من النمو النفسي عند الإنسان، فهو الحب والانتماء حاجة عند الشخص، فإذا أنا لقيتها متوفرة عند الصديق أكيد ححبه. أكيد. خلينا لكن نحكي عن مفهوم الحب اللامشروط تمام بشكله العام بكل مجالاته. نحكي عن الحب المشروط بداية. الحب المشروط هو حاجة الطفل إلى المحبة من محيطه في فترة العجز البيولوجي، يعني فترة طفولة، يعني من السنة، من أول ما يولد الطفل لثلاث أربع سنوات فهو بحاجة إلى رعاية ومحبة من حوله. هون الإنسان يتشابه مع الحيوان في هاي المرحلة العجز البيولوجي، يعني الإنسان وقت ما يقدر هو يلبي حاجاته فهو بيكون بحاجة أشخاص آخرين من حوله، شعور بالأمان، يقدموا له الحب لهو يقدر يستمر. وين المشكلة بتصير عند الإنسان؟ في مرحلة الفطام. الحيوان بشكل بيولوجي واوتوماتيكي بيروح بيفطم الطفل الصغير عنه، بيعوده على المسؤولية. هون بيجي عنا لحنا الإنسان، مرحلة الفطام النفسي تتأخر عنده كتير أو تنعدم. فلحنا اليوم بنشوف كتير أشخاص بعمر الأربعين أو بالثمنتاش ولا العشرين ما زالوا هن متعلقين بقرارات وخيارات أهليهم، وهون بيصير عنا بلش الشرط. الأهل ما وسعوا الخيارات أمام الابن، فهن ارتبطوا عاطفيا مع الأهل، فبيصير أي خيار الابن أو البنت أو أي شخص حتى الزوج بده
ياخذه من الشخص الآخر بيصير مشروط بشيء معين. يعني الطفل أنا ما بعطيك لكذا، أنا إذا ما عملت جبت لي كاسة مي أنا ما بحبك. فارتبط عند الطفل مفهوم الحب بالشرط بشي شرط، وبيكبر الطفل وبيضل عنده أنه أنا إذا ما عملت هيك أنا ما بنحب، يعني مثل المنفعة أو المصلحة. تمام، فهون بيتعود المصلحة كمان، حتى المصلحة المادية اللي تعبر عن قيمة، يعني شيء ملموس، لأنه حتى مفهوم المصلحة هو الحب بالنهاية هو مصلحة. أنا لا يمكن حب شخص إذا ما عندي مصلحة منه، ولكن المصلحة هي المصلحة الروحية أو المادية. أنا مجرد أني ارتاح لشخص أنا عم بلبي حاجة عندي وهي الارتياح النفسي، فأنا هون عندي مصلحة من أني كرر شوفتي لهذا الشخص. كثير أشخاص بينقزوا أنه الحب مصلحة، طبعاً الحب مصلحة، حتى حب الطفل لأمه مصلحة، لأنه الأم عم بتريح الطفل، عم تأمن له حاجاته، فهو بالنهاية مصلحة، ولكن مو المفهوم اللي نحن بنفهمه عن المصلحة بمفهومها المادي. تمام، يعني هلأ الحب اللامشروط في حال وجد أو إجا، يعني هو لا مشروط، كيف بدي لك شو الأسباب؟ ممكن يكون في سبب معين لنشوءه. الحب اللا مشروط هو أن أتقبل الشخص الآخر كما هو من دون نقد أو أحكام مسبقة. كتير منلاقي شاب وصبية بداية العلاقة هن بيكونوا كتير معجبين ببعض في مرحلة التقبل هون أو الحب اللي هن بيفهموا، ولكن مجرد ما هن تابعوا العلاقة أو تم الزواج بيبدأ كل واحد بده يمارس دور المصلح على الآخر. تماماً، فهون انتقل من هو من حب الى مصلح. فمن البدايه هون هو ما في حب لا مشروط، لانه الحب اللا مشروط هو انا اتقبل سيئاته قبل محاسنه. هاي النقطه كثير هامه، هي درجه التقبل. والتقبل كيف بيكون؟ انا واتوسع الخيارات امام الشخص. طيب هنادي، نحن كاميرا صباحنا غير نزلت على الشارع لعند الشباب واستطلعت آراءهم، خلينا نشوف مفهوم حلو. الحب عند الشباب ونرجع نكمل حديثنا. حب اللامشروط يعني ما انه حسوا هيك حب ما هيك، بس بشوفه دائما يعني كثير يعني بتصير عادي، يعني هي شيء موجود بحياتنا، والحب من النظره الاولى مثل ما بسموه، يعني هي بتصير، يعني ممكن انا اعجب شيء وحده وحبه، يعني وين غلط الموضوع؟ صايره كثير. وفيني كمان انه انا مثلا بعد ما يصير في هذا الشعور اني روح بادر. لا والله ما عندي فكره بنوب كمان مثله. لا هلا هذا هيك برايي، لانه انا شايف يعني قصص من رفقاتي وقصص من الناس اللي بعرفها صراحه، لا لاني ماني فاضي ولا اللي خلق بهالشغلات صراحه. ممكن ممكن بتصير كثير، بس يعني صايره معك انك حابه لا بس بتصير، يعني انه مو معي انا لا ما صايره بس بتصير. اكيد بلا حابب كثير، هي المحبه من الله، يعني بدون ما قبل الواحد بترتاح له دغري بتحبيه. يعني هنادي مثل ما تابعنا بالاستطلاع التالي، هذا كان رأي عينة من الشباب. كاميرا الإخبارية السورية حبت تكون بالجامعة بين الشباب، طبعا كون عفوا في علاقات بيناتهم، فشو رأيك؟ هو للأسف أنه الشباب الجامعي اليوم يطلع منهم هيك إجابات بسيطة، فهون إحنا ليش ما بنتوجه دائما، يعني دائما إحنا بنتوجه لتنمية الذكاء العاطفي من مرحلة الطفولة، لنقدر ناخذ إجابات من الشباب بتكون أكثر وعي. فنحن مجرد ما قلنا حب دغري توجهنا للآخر، فحتى الحب اللامشروط هو حبنا لذاتنا لكياننا الداخلي. كثير نلاقي أشخاص وفتيات بالأكثر غير راضيين عن حالهم، أنه أنا لو أنفي هيك، أنا لو هي عم تشترط، هون ما في تقبل. فأساس الحب الغير مشروط هو أن أتقبل، لأنه أنا بدي أتقبل نفسي لأقدر أتقبل غيري، وما أكون أنا الناصح والناقد واللي عم بصدر أحكام مسبقة لأي شخص أمامي. فبالنسبة للإجابات اللي إجت كانت إجابات، أنا حلخص
بكلمة واحدة لشبابنا كله، الحب الغير مشروط هو أن تتقبل نفسك، تنطلق من نفسك ومن ثم للشخص الآخر، وتحب أخطائه قبل إيجابياته، وأن تستمر بمحبته بدون شروط. وطبعاً هو بالمجمل العام الحب غير المشروط بالعلاقات وبين البشر هو ما له موجود. طيب. ما له موجود، هو سمة من سمات الله. أكيد. فرب العالمين لحنا على الرغم من أخطاء أي شخص، وقت نخطأ لحنا بالدنيا رب العالمين بيوفر لنا الأكسجين. أكيد. ما بيقطعوا علينا، مو ما في شروط هون. الطبيعة سخرت للإنسان، الغذاء، حتى كمان نقدر نعرف الحب اللا مشروط هو حب الطبيعة للطبيعة وحبها للإنسان. بما يعني أنه الإنسان إذا قرر هو ما بده يتنفس، الطبيعة ما بتجبره يتنفس، بتتركه حر الخيار. فهو أنا وقت حب شخص حب غير مشروط بترك له حر الاختيار والخيارات كلها مفتوحة لحمله مسؤولية قراره واختياره الصحيح. هيك أنا ما برجع بلوم الآخرين وبعيش دور الضحية أنه أنتوا اخترتوا لي، مثل ما كتير اليوم وصارت أنه في أمهات أو آباء فرضوا أزواج على بناتهم، فهي ما عاشت حياتها، بترجع بتلقي اللوم على الأهل وبتعيش حياتها عيسة لأنه إحنا ضيقنا عليها واشترطنا لها حتى الزواج بمفهوم الأهل. أكيد هنادي، يعني يمكن مثل ما قلتي الشباب السوري عبر التقرير حسنا ما في إجابة صحيحة لمفهوم الحب بكل مجالاته. إذا خلينا نقول بدنا نعرف، دائما بنسمع من الشباب إمتى بيجي الحب، وهل الحب مثل المعال من أول نظرة صحيح، أو هل ممكن يكون في حب حقيقي، وشو شروطه؟ يعني كيف فعلا الإنسان بيقدر أنه يكون منطقي شوي كمان مع اختيار القلب؟ أحد الشباب قال أنا أعجب فيها. أيه. الحب يختلف عن الإعجاب تماما. أنا ممكن أعجب شخص، أعجب بمكان، أعجب بموبايل، ولكن الحب اللي نحن عم نحكيه الحب الأعماق، الحب الحقيقي هو الحب من العمق. الحب هو السلوك. الحب كثير نحن بنسمع أنه هو مشاعر، ولكن نحن إذا بدنا نجي بجوهر وماهية الحب، الحب هو عبارة عن سلوك معاملة، هو السلوك الخارج اللي أنا بيطلع مني. منلاقي أمهات تضرب أطفالها بتقلك أنا عم بضربه عم بيتقطع قلبي. طب الطفل ما وصله مشاعر الحب، ولكن وصله سلوك الضرب. منطلع من وقت يكبر الطفل بيقلك أنا ما بحب ماما لأنه كانت تضربني، وهي بتقله أنا كنت حبك. فليش نحن بنقول الحب هو التعلم، والتعلم يظهر بالسلوك، ما يظهر للإنسان من معاملة خارجية. كثير نحن عنا رجالنا والرجل الشرقي شخص لا يعبر عن الحب، بس بيقول لك شوفي تصرفاتي، تصرفاتي دليل محبة، ولكن المرأة لا تفهم. نحن مو دورنا هون أنا أقرأ أفكارك، أنا بدي أشوف، بدي أسمع كلام، بدي أشوف سلوك لفظي وغير لفظي، والسلوك اللي بيظهر بشكل خارج هو الأعمق واللي بيستمر. تمام. يعني هلأ رح ننتقل للحب المشروط. إمتى بيكون الحب متوازن؟ إمتى بيكون هذا الحب ناضج؟ يعني الحب هو مراحل بمر فيها المراهق، الشاب، الرجل، حتى الكبير، هي مشاعر الحب ما بتتوقف. إمتى نحن منحسها ناضجة مكتملة متوازنة؟ لا عمر، بالنسبة للعمر ما في عمر، أنا أقول للعمر، ولكن الحب الواعي بعد 21 ممكن، بعد 24 بيكون هون نحن عنا فترة، يعني مرحلة النمو النفسي للشخص اكتملت، خلصنا من مرحلة المراهقة وبدأنا بالرشد المبكر. هون الإنسان جاوب على السؤال هو من أنا، في سؤال نحن لازم نخلص منه بمرحلة 18 سنة، الإنسان يعرف يجاوب على سؤال من أنا مشان هو يشعر بهويته، ما يفوت بالاغتراب النفسي. كل مراهق اليوم جاوز مرحلة 18 وما حدد هويته، هو حيعيش باغتراب وضياع عن هويته. يغتنم الفرصة اليوم مرحلة مبكرة إذا جاوزها بسنتين، ويرجع شوي يسأل حاله من أنا وماذا أريد. فالشخص اللي مضيع هويته هو شخص حيضيع حبه لذاته، وغير قادر يحب حدا حب صحيح. وهذا اليوم اللي عم نلاحظه بأغلب فشل علاقاتنا الغرامية، والحب اللي منتشر اليوم بشكل كبير بالعلاقات الزوجية، ولا حتى العلاقات الأسرية بين الأهل والأبناء والأصدقاء.
هنادي، يمكن مثل ما قلتي اليوم اغلب البنات الصبايا او تزوجوا بعمر كثير صغير عم بضيعوا بحياتهم الزوجيه، وللاسف عم تفشل. عم نسمع كثير عن فشل بالعلاقات. خلينا نحكي قد ايه ممكن الحب يكون اضافه لشخص ما لاشخاص اذا كان صحيح، وقد ايه ممكن يكون سبب بدمار اشخاص كمان اذا كان حب من طرف واحد، اذا كان يعني اذا ما عرفنا كيف نتصرف فيه. الحب من طرف واحد غير مقبول، ما اسمه حب. يعني لا نقبل بشيء اسمه حب من طرف واحد. ليه؟ لأنه هو الحب هو استثمار، هو استثمار طاقة، عم باخد وأعطي. في طاقة بيني وبين الشخص المقابل إلي، فأنا عم بحب وقاعدة مع حالي، هذا ما اسمه حب. فهون الشخص هو عم بيسيء لنفسه. يعني اليوم الفتاة اللي هي عندها حب من طرف واحد، أنا بقول لها ستوب، هي عم تعمل تدمير لذاتها وعم تفوت حالها بمشاعر هي ما لها مضطرة عليها. يا أما هي تكون شخص مبادر ولديها الشجاعة تروح لعند الشخص الثاني تقول له اني انا بحبك، المصارحه بالمحبه ما في وقت. حتى لو كانت بنت يعني دائما بمجتمعنا الشرقي، بمجتمعنا يعني الشرقي انه احيانا البنت بدها تعبر بطريقه ما رح تقدر تروح تقول له هذا الحديث، لانه هو رح يفهمه غلط. وكونه تربى بطبيعه معينه، برايك انه المبادره من البنت حتكون ولا لازم من الشاب؟ نحن ودنا نقول مجتمع شرقي، بدنا نكون بكل شيء شرقي. ودنا نقول مجتمع نحن تماما غربي شرقي، كمان بدنا نكون نحن بكل شيء. فهون المشكله هي من الجذور. نحن مين؟ نحن اليوم مجتمعاتنا نحن مين؟ امتى ما بدنا نحن مجتمع شرقي وامتى ما بدنا مجتمع غربي؟ صحيح. فهون وقت هي بتحس حالها شخصيه، انا شرقي ولا غربي؟ حتى عند الصبايا والشباب بتحبي تنبهي عليها بشيء؟ أكيد. أنا كدوري كمختصة، أنا مثل ما قلنا التقبل غير المشروط. أنا ما فيني أقعد حتى أنا كاختصاصية صح وغلط. نحط من قيمة مشاعر الشخص اللي قدامنا. أكيد. فمنحاول نحن، وأنا يعني دائما نحن عنا 8 أنواع من الذكاء. تماما هو اسمى المشاعر. ان شاء الله الحب بيضل مرافق الجميع. بدنا منك نصيحه للي واقع بالحب. اذا حب ما له وقعه، اذا حب هي تعلم تحب. تماماً. انا نتعلم كيف نحب، لانه الحب ما بيجي بالوراثه. نحن نتعلم كيف نحب. في كثير اماكن ودورات تدريبيه بيقدر الشخص يروح عليها ويتعلم كيف يحب. اكيد هنادي، انا بدي اتشكرك، واهم شيء نقول لهم لكل اللي عم بيشوفونا يحبوا حالهم. أكيد. يبدو من حالهم حتى يقدروا يعطوا أكيد. الحب لكل العالم اللي حواليهم. بدي اشكرك على كل المعلومات. شكرا. وعلى هالصباح الرايق والهيك المحب. شكرا لوجودك معنا. شكرا لك هنادي. وهلا زينب.